بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب وطالبات الصف السادس العلمي بفرعي التطبيقي والأحيائي، بعد ما كملنا موضوع القطع المكافئ إن شاء الله اليوم راح نبدأ لكم شرح موضوع القطع الناقص. القطع الناقص عندك فيه احتمالين، الاحتمال الأول يكون القطع على محور السينات، والاحتمال الثاني يكون القطع على محور الصادات. راح نجي الاحتمال الأول، قطع ناقص بورتان تنتميان لمحور السينات، او نقول القطع على محور السينات، ماكو اي فرق، نقول البورتان تنتمي، او اقول لك القطع على محور السينات. راح نجي نرسم القطع الناقص. القطع الناقص شكله يشبه البيضوي. شكله هو ايش؟ يشبه البيضوي. عندها نقول البؤرتان تنتميان لمحور الايش؟ محور السينات. انتبه هنا وياي، بالقطع المكافئ كان عندي شغلتين، بؤره ودليل فقط. بالقطع الناقص عندك ثلاث شغلات، هسه راح تيجي تتعرف عليهم، يعني ثلاث مصطلحات لازم تحفظها. عندي اولا اول مصطلح البؤرتان. شوف البؤرتان وين تنتميان؟ اي محور؟ محور السينات. زين ايش راح اسميهم هنايا؟ راح اقول هنايا F1. شنو هذا الاحداث يا طلاب؟ هذا الاحداث راح نرمز له هاي المسافه، راح امشي بيها منا لهنا. ايش راح اسمي هاي المسافه؟ راح اسميها سي. بايش؟ بصفر. لان انا مشيت فقط على السينات، لا صعدت ولا نزلت، فالاحداث مالها راح يكون سي بصفر. اسمي هاي المسافه من هنا لهنا سي، انا راح يصير عندي ايش؟ سي بصفر. احداثي بؤرتان هال اف 1 هذا ايش؟ اف 2. هذا الاحداثي هم مشيت مسافه مقدارها سي، بس على محور السين يا سيني السالب، فراح اقول هنايا سالب سي بصفر. صار واضح؟ اذا اف 1 واف 2 ايش راح اسمي هذول؟ راح اسميهم البؤرتان. اذا اول مصطلح انت تعلمته البؤرتان اللي هي ايش؟ اف 1. شنو احداثي الاف 1؟ سي بصفر. واحداثي الاف 2 سالب سي بصفر. اذا اول مصطلح تعلمته البؤرتان اللي هو اف 1 اف 2. المصطلح الثاني هنا عندنا، او الشغله الثانيه، عندي الرأسان. عندي ايش؟ الرأسان. ايش راح اسميهم؟ في 1 عندي طبعا احداثي بايش؟ في 2. في 1 بايش؟ في 2. هذول ايش اسميهم؟ اسميهم الرأسان. الاحداث مالتهم شنو يا طلاب؟ الاحداث مالتهم راح تمشي منا لهنا مسافه. ايش راح اسمي هاي المسافه؟ راح اسميها اي. عندي هنا لا صاعد ولا نازل، يعني الاحداث هنا الصادي مالته زيد، الصادي مالته صفر. في 2 ايش راح يصير عندي؟ هم راح تمشي مسافه منا لهنا، ايش راح يصير عندك؟ هم اسميها اي، بس صاير على السين السالب، فراح يصير عندي سالب اي بصفر. صار معلوم؟ صار عندي ايش؟ سالب اي بصفر. اذا المصطلح الثاني اللي تعلمته هو ايش؟ الرأسان. اللي هو ايش؟ في 1 اللي هو اي بصفر. كذلك عندنا في 2 اللي هو ايش؟ سالب اي بصفر. المصطلح الثالث طلاب عندكم هنا عندنا القطبان. عندنا ايش؟ القطبان. ايش راح ارمز للقطبان؟ راح ارمز له M1 بـ M2.
صار واضح شنو نزله ام 1 بايش بام 2. الاحداثي مالته شنو؟ انتبهنا وياي الاحداثي مالته هاي النقطه سمنا مثلها راح يصير عندي ايش السيني مالته ايش السيني مالته صفر الصادي مالته ايش راح اسمي هاي المسافه من لهنا راح اسميها بي راح اسميها ايش راح اسميها بي اذا الاحداثي مالته صفر بي الام 2 ايش راح يصير عندك راح يصير عندك صفر بسالب بي صاير على محور الصادات الصادات الايش السالبه اذا المصطلح الثالث ايش القطبان ام 1 اللي هي احداثها ايش صفر بي وعندنا ام 2 اللي هي احداثها ايش صفر بسالب بي صفر بسالب بي صار معلوم اذا عندك ثلاث مصطلحات البؤرتان اللي هي F1 F2 وعندك الرأسان V1 V2 وعندك القطبان M1 M2 هاي الاحداثيات مالتهم اذا بالسؤال من يقول لك جد البؤرتان راح تيجي تكتب له F1 و F2 تكتب له هنا C بسالب C بس هناك راح يطلع لك عدد وتعوضه هنايا من يقول لك الرأسان راح تكتب الاحداثيات V1 و V2 من يقول لك القطبان راح تكتب M1 و M2 تكتب هاي الاحداثيات مالتهم هسه راح ناخذ القطع الناقص على محور الصادات راح ناخذ ايش القطع الناقص على محور الصادات هم راح اجي ارسم هالمره بهالشكل راح ارسم هالمرة قطع الناقص البؤرتان تنتميان لمحور الصادات إذن هنا راح يصير عندي البؤرتان هنا راح يصير عندي F1 وهنا راح يصير عندي إيش F2 هسه البؤرتان وين صايران على محور الصادات إذن هنا راح يصير عندي إيش راح يصير عندي الصفر بسي وهنا راح يصير عندي صفر بسالب سي صار معلوم وين صار هنا صار على محور الصادات زين هنا ايش راح يصير عندي هنايا هنا راح يصير عندي الرأسان اللي هو هنا راح يكون عندي V1 وهنا راح يكون عندي ايش V2 الاحداث مالته هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي صفر بأي وهنا الاحداث ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي صفر بايش؟ بسالب اي. اذا البؤرتان من تكون على محور الصادات اولا البؤرتان شنو الاحداث مالتهم؟ انتبهنا وياي F1 ايش راح يصير عندي الـ F1؟ راح يصير عندي صفر بسي. F2 ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا صفر بسالب سي. الرأسان ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هنا V1 صفر بأي V2 راح يصير عندي ايش؟ راح يصير عندي صفر بسالب أي. وقع أخير ايش عندي ايش؟ القطبان. M1 بM2. هنا راح يصير عندي الاحداثي ايش
راح يصير عندي بي بصفر، وهنا راح يصير عندي سالب بي بايش؟ بصفر، لان صاير على محور السينات القطبة. فهنا النوع الثاني هنا راح يكون عندي النوع الثالث. الرأسان. النوع الثالث راح يكون عندي القطبان. اللي هو ايش؟ M1 الاحداثي مالته B بصفر، M2 الاحداثي مالته سالب B بصفر. اذا راح نستنتج انه البؤرتان او الرأسان على نفس المحور والقطب دائما يخالفهم. اذا نثبت يمك اول معلومة انه البؤرتان والرأسان شبيهم على نفس المحور، منو دا يخالفهم؟ القطب دا يخالفهم. لو نجي هنا نباو على القطع الناقص على محور السينات، شوف البؤرتان شبيهم، بؤرتان والرأسان على نفس المحور والقطب يخالفهم. بعد ما تعرفنا على القطع الناقص هسه عندنا هنا مصطلحات. طلاب وطالبات هاي المصطلحات لازم تحفظوها، لان الفصل كله راح يعتمد على هالمصطلحات. عندي اولا 2A، بالسؤال ما راح يقول لك هو 2A، راح يقول لك اما طول المحور الكبير او يقول لك البعد بين الرأسين، هذا كله معناه 2A، او يقول لك العدد الثابت، او يقول لك مجموع بعدي نقطة عن بؤرتيه. طلاب هاي المصطلحات لازم تحفظوها، لان انت ما راح تقدر تحل اي سؤال اذا ما تكون حافظ ايش هاي المصطلحات. 2B قال لك بالسؤال طول المحور الصغير او قال لك البعد بين القطبين، هاي معناها 2B. 3 عندي 2C البعد بين البؤرتين او يقول لك البعد البؤري، صار معلوم. ورقه وقلم المصطلحات اكتبنها سيمك. عندنا ايش هاي المصطلحات الحفظ، عندنا ايش قوانين القطع الناقص. شلون عندنا القطع المكافئة؟ عندنا المعادلات القياسية. القطع الناقص هم من عنده معادلات قياسية. قوانين، أولا معادلة القطع الناقص الذي بورته على محور السينات، يعني معادلة القطع الناقص على محور السينات، شوف المعادلة مالته، راح يصير عندك اكس تربيع على اي تربيع زائدا واي تربيع على ايش؟ على بي تربيع يساوي لنا 1. هاي المعادلة بالصيغة القياسية، صار معلوم. انت ايش عندك؟ عندك الاي والبي والسي، دائما الاي اكبر من البي واكبر من السي، السي والبي تساوون ماكو مشكله، او واحد اكبر من الثاني ماكو مشكله، بس بالقطع الناقص لازم يكون دائما الاي اكبر من عندهم. اذا يصير عندي هنا المعادله اكس تربيع على اي تربيع واي تربيع على ايش؟ على بي تربيع. عندنا ثانيا قانون ثاني، يعني معادله القطع الناقص الذي بورته على محور الصادات، شلون راح تكون المعادله مالته؟ اكس تربيع على بي تربيع زائدا واي تربيع على اي تربيع يساوي لنا 1 بالشكل القياسي. قانون الثالث عندنا قانون العام للقطع الناقص اللي هو راح يربط لي الاي والبي والسي، اي تربيع يساوي لنا بي تربيع زائدا سي تربيع، هذا قانون العام. رابعا عندنا مساحه القطع الناقص، نرمز المساحه اي، اي يساوي لنا اي في بي باي، اي يساوي لنا اي في بي في باي. قانون خامس عندنا محيط القطع الناقص، محيط القطع الناقص بي يساوي لنا 2 باي تحت الجذر اي تربيع زائدا بي تربيع على ايش؟ على 2. سادسا الاختلاف المركزي، عندي ارمز الاختلاف المركزي بالحرف اي اللي هو يساوي لي سي على اي، ودائما الاي يطلع لك اصغر من 1. ليش اصغر من 1؟ لان الاي اكبر من السي، فبنقسم صغير على الكبير راح يطلع لنا ايش؟ اصغر من 1. دائما ناتج راح يطلع لنا ايش؟ اصغر من 1. ملاحظه انتبه هنا وياي، ملاحظه عندك بالقطع الناقص طول المحور الصغير وطول المحور الكبير، وش عندك ايش؟ عندك معادله المحور الكبير ومعادله المحور الصغير.
انتبهنا وياي. اذا اراد منك بالسؤال معادله المحور الكبير والصغير انتبهنا وياي، راح تقول اكس يساوي لنا صفر معادله المحور الكبير، واي يساوي لنا صفر معادله المحور الصغير، اذا كان القطع بؤرتان ينتميان الى بؤرتان على محور الصادات. صار واضح؟ اذا كان القطع بؤرتان على اي محور؟ على محور الصادات، يعني بنكون معادله القطع الناقص على محور الصادات. يريد من عندك معادله المحور الكبير والصغير، راح تقول له اكس يساوي صفر واي يساوي لنا صفر. معادله المحور الكبير ومعادله المحور الصغير اذا كان على محور السينات، راح تقول واي يساوي صفر اكس يساوي لنا صفر. انتبهنا وياي. اذا كان على الصادات راح تقول اكس يساوي صفر، يعني بالبدايه راح تكتب اكس يساوي صفر ومثلثين يساوي صفر، هو واي يساوي لنا صفر. اذا كان على السينات يعني العكس، راح بالبدايه تكتب واي يساوي صفر اكس يساوي لنا ايش؟ يساوي لنا صفر. فتكتب يعني معادله المحور الكبير اكس يساوي لنا صفر اذا كان على ايش؟ على صادات. معادله المحور الصغير واي يساوي لنا صفر اذا كان على ايش؟ على الصادات. اذا كان على السينات راح تقول معادله المحور الكبير واي يساوي لنا صفر، معادلة المحور الصغير اكس يساوي لنا ايش؟ يساوي لنا صفر. وقلنا انه الاي اكبر من البي ومن السي، البي والسي يتساوون، ماكو اي مشكلة، او واحد يكون اكبر من الثاني ماكو مشكلة، المهم يكون بقطع الناقص لازم عندك الاي اكبر واحد بيهم. بعد ما تعرفنا على القطع الناقص واخذنا احداثيات القطع الناقص اللي قلنا الرأسان والبؤرتان والقطبان، واخذنا المصطلحات واخذنا القوانين، هسه راح نبدأكم بأول سؤال في القطع الناقص. سؤال رقم واحد: جد كل من المحورين وأحداثي البؤرتين والرأسين والاختلاف المركزي والمساحة والمحيط القطع الناقص. هنا ايش راح ينطيك؟ راح ينطيك هو معادلة القطع الناقص، تريد من عندك معطيات. صار واضح المعطيات ايش؟ هاي المعطيات. قبل ما تبدي بالحل المعادلة القطع الناقص لازم تشيك هل هاي المعادلة اللي بنعطيك اياها بالصورة القياسية؟ شنو الصورة القياسية لمعادلة القطع الناقص؟ عندك شرطين لازم يتوفر. الشرط الأول انه الطرف اليمين لازم يكون واحد، اللي بعد اليساوي لازم العدد يكون واحد. الشرط الثاني لازم يتوفر به معامل اكس تربيع وواي تربيع لازم يكون واحد. هنا من ماكو اعداد يعني واحد. صار معلوم؟ اذا المعادله المنطقيه بالسؤال هي معادله بالشكل القياسي، هي المعادله ايش؟ بالشكل القياسي. راح نجي نكتب المعادله، هاي معادله بشكل، نكتب المعادله نفسها بالشكل القياسي حتى نطلع الايش؟ الاي تربيع والبي تربيع. انتبه وياي. راح تجي هنا المعادله نفسها تكتبها. هنا راح يصير عندك اكس تربيع، انتبهنا وياي. هاي المعادلة على يا محور، على محور السينات لو على محور الصادات، تباوع للعدد الكبير وين صاير؟ جوا الاكس تربيع لو جوا الواي تربيع. هسه عندي العدد الكبير ناش، عندي خمس، العدد عندي 25 وعندي 16، شنو الكبير؟ 25. وين صاير؟ صاير وين؟ تحت الاكس تربيع. اذا هاي المعادلة على محور السينات. اذا من يحدد لك؟ من يعطيك معادلة وتخليها بالشكل القياسي؟ من اللي يحدد لك على يا محور؟ العدد الكبير. اذا هاي المعادله على يا محور؟ على محور السينات. ليش؟ لان 75 ال 25 صايره جوا ايش؟ الاكس تربيع. اذا راح يصير عندي المعادله اخذناها بالقوانين، من تكون على محور السينات راح يصير عندي اكس تربيع على اي تربيع زائدا واي تربيع على ايش؟ على بي تربيع يساوي لنا واحد. يساوي لنا ايش؟ يساوي لنا واحد. هسه هاي المعادلة جاهزة، هاي بالصورة القياسية. راح تجي المعطيات شنو من عندك؟ بده يقول لك جد كل من المحورين. من يقول لك المحورين معناها المحور الكبير والمحور الصغير، اللي هو المحور الكبير 2A والمحور الصغير 2B. إذا أنا هسه شو أحتاج؟ أحتاج للأي والبي. شلون راح أطلع الأي والبي؟ راح أقول هنا بالمقارنة. إيش راح أقول؟ راح أقول هنا بالمقارنة. زين، من اقول بالمقارنه يعني الاي تربيع جل يساوي لي، يساوي لي 25. هنا راح اقول اي تربيع يساوي لنا ايش؟ يساوي لنا 25. جذر الطرفين هذا راح يؤدي لنا الى الاي يساوي لنا ايش؟ يساوي لنا 5.
الاي شو يساوي لنا؟ الاي يساوي لنا 5. بعد شو احتاج؟ احتاج البي. راح اقول بالمقارنه بي تربيع يساوي لنا ايش؟ يساوي لنا 16. هذا راح يؤدي لنا الى البي يساوي لنا 4. اذا انا بعدني بالمطلب الاول، لحد الان ما نطلع المطلب الاول اللي هو ايش؟ المحورين. المحورين معناها 2A 2B. اذا راح اقول هنا طول المحور الكبير اللي هو يساوي لنا ايش؟ 2A، ويساوي لنا راح اقول 2 في ايش؟ الاي جت قيمته، الاي قيمته 5، راح اكتب هنا 5. 2 في 5 راح يعطيني ايش؟ راح يعطيني 10. وهنا ما طول عندك طول المحور، يعني راح لازم يكون عندك وحده، فهنا ايش تكتب؟ 10 وحده. صار واضح؟ جت طلع لك 10 وحده. طول المحور الصغير شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 2B. ليش قلت لك لازم تحفظ المصطلحات؟ لان هنا بالسؤال قال لك جد طول كل من المحورين، ما قال لك 2A ولا قال لك 2B، فمن قال لك طول المحورين لازم تعرف هو ايش؟ 2A 2B. هذا راح يساوي لنا 2، البي جد عندي، البي عندي 4، وهذا راح يساوي لنا ايش؟ يساوي لنا 8 ايش؟ 8 وحدة. 8 ايش؟ 8 وحدة. اذا هذا المطلب الاول المحورين. بعد شو يريد من عندي؟ واحداثي ذاتي ايش؟ البؤرتين. احداث من عندي؟ البؤرتين. زين، احداثي البؤرتين يريد من عندي؟ من البؤرتين يعني F1 وF2. زين ال F1 شنو؟ BBC، صار معلوم؟ زين شلون انا راح القى هسه السي؟ عندي الاي تربيع وعندي البي تربيع، شو بقى عندي مجهول؟ فقط السي تربيع. اذا هنا ايش راح احتاج انا يا قانون؟ قانون العام، اللي هو قانون العام اي تربيع يساوي لنا بي تربيع زائد ايش؟ سي تربيع. هذا قانون العام. الاي تربيع قيمته ايش؟ قيمته 25 يساوي لنا البي تربيع قيمته ايش؟ قيمته 16 زائد ايش؟ زائد سي تربيع. راح احول ال 16 هذا الطرف، فايش راح يصير عندي؟ 25 ناقص 16 يساوي لنا سي تربيع. فانت مباشره اكتب سي تربيع يساوي لنا ايش؟ 25 ناقصا ايش؟ ناقصا 16. وصلت الفكره؟ حولنا ال 16 صارت شارتها سالب، فراح يصير عندك 25 ناقص 16 يساوي لنا سي تربيع. انت تكتب مباشره سي تربيع يساوي لنا. اذا هنا راح يصير عندي ايش؟ سي تربيع يساوي لنا 25 ناقص 16 راح يعطيني ايش؟ يعطيني 9. هذا راح يؤدي لي الى السي يساوي لنا ايش؟ السي يساوي لنا 3. اذا انا هسه جاهز راح اطلع احداثي ايش؟ البورتين. فهنا راح اجي اكتب البورتين. ايش راح يصير عندي البورتين؟ راح تقول هنايا F1 على يا محور؟ على محور السينات. على يا محور؟ على محور السينات. ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك سي بصفر. يعني هذا راح يؤدي لنا الى الاف 1 السي جت طلعناه 3، راح يصير عندنا 3 بصفر. بعد ايش عندي؟ عندي اف 2 راح يصير عندي سالب سي بصفر، فهذا راح يؤدي لنا الى الاف 2 سالب 3 بايش؟ بصفر. بعد ايش قايل لي؟ والرأسين اجي هنا اكتب له
الرأسين على يا محور صاير، ما طول البؤرتين على السينات اذا الرأسان راح يكون على السينات. فايش راح يصير عندي؟ في 1 راح يصير عندي A بصفر، فهذا راح يؤدي لي الى قيمة A. ايش قد طلعناها؟ قيمة A طلعناها 5. فايش راح يصير عندي في 1؟ راح يصير عندي 5 بايش؟ بصفر. بعد ايش عندي؟ عندي في 2، ايش راح يصير عندي؟ سالب A بصفر. فهنا في 2 راح يكون عندي سالب 5 بصفر. كم المعطيات وقايل لك ايش مطلوب؟ الاختلاف المركزي. يريد من عندك ايش؟ الاختلاف المركزي. اختلاف المركزي ايش رمزنا له بالرمز؟ اي. يساوي لنا ايش؟ يساوي لنا سي على ايش؟ على اي. ويساوي لنا ايش؟ 3 على 5. قيمة C هي 3 وقيمة A هي ايش؟ 5. وهذا راح يساوي لنا ايش؟ 0.6. ودائما قلنا بالقطع الناقص لازم الاختلاف المركزي يكون اصغر من 1، اذا هنا يطلع لنا 0.6. يريدنا عندك بعد المساحة والمحيط، اذا هنا راح اجي اقول له المساحة. قانون المساحة طلاب، A يساوي لنا A في B باي. A في B إيش؟ باي. هذا هنا راح أجي أطبق. A يساوي لنا قيمة A هي إيش؟ هي 5. قيمة B هي إيش؟ هي 4 باي. ويساوي لنا إيش؟ 5 في 4 راح يعطينا 20 إيش؟ باي وحدة مساحة. وحدة ايش؟ وحدة مساحة. وقى المطلب الأخير هو ايش؟ المحيط. قانون المحيط راح تقول P يساوي لنا 2 باي تحت الجذر A تربيع زائدا B تربيع على ايش؟ على 2. فهنا ايش راح يصير عندنا؟ P يساوي لنا 2 باي تحت الجذر قيمة الـ A تربيع هي 25 زائدا البي تربيع قيمتها ايش؟ 16 على ايش؟ على 2. اذا بي يساوي لنا 2 باي تحت الجذر 25 زائد 16 راح ينطينا ايش؟ راح ينطينا 41 على ايش؟ على 2. هاي راح فقط اكتب يمها ايش؟ وحده. صار واضح؟ اذا P يساوي لنا 2 باي تحت الجذر 41 على ايش؟ على 2 وحده.